مساء الخير يا جماعة، احنا محتاجين ناخد رأيكم في حاجة بسيطة كده. طبعا احنا كل يوم بنعمل لايف، كنا بنعمله الساعة 1 الظهر. ناس كتير اتصلت علينا وقالوا خلي اللايف بالليل الساعة 10 علشان بنكون واحنا متواجدين في البيت وفتحين التليفونات وحاجات زي كده. انا حابب اخد رأيكم، اللايف يكون الساعة 1 الظهر ولا الساعة 10 بالليل؟ ملحوظة ان احنا بنعمل لايف كل يوم على مكان واحد، يعني بنعمل عندنا صفحة كواي بنعمل على لايف، اليوم التاني عندنا صفحتين تيك توك بنعمل كل يوم لايف على واحدة فيهم، بعد كده عندنا قناتين يوتيوب بنعمل كل يوم لايف على واحدة فيهم، يعني يوم كواي بعد منه يومين تيك توك على كل صفحة، بعد منه يومين يوتيوب على كل قناة، وبنرجع تاني لف ورجع تاني. تمام، بنرجع نكرر الموضوع تاني. قولولنا رأيكم في الفيديو ده واكتبولنا تحت في الكومنتات، حابين اللايف يكون الساعة 1 الظهر ولا يكون الساعة 10 بالليل؟ الافضل ليكوا انتوا، مالكمش دعوة بيا، انا معاكوا في اي وقت وموجود لاي حد، اي حد محتاج ابو نور باذن الله انا معاك. تمام، بس اكتبلي في الكومنتات انت عايز اللايف الساعة كام. احلى مسا عليكم.